السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس نوران من مدارس بدري تايجرز. النهاردة ان شاء الله نستكمل مراجعة الدراسات الاجتماعية للصف الاول الاعدادي. نبدأ مع بعض بدرس الليل والنهار، نفتكر مع بعض الدرس. واول حاجة ومحتاجكم تركزوا فيها هو فكرة دوران الارض حول نفسها. فالارض بتدور حول نفسها من الغرب للشرق، عشان ناس كتير بتتلخبط فيها، هي بتدور من الغرب للشرق مرة كل 24 ساعة. دي اللي اسمها الدورة اليومية للارض، لان يعني الارض بتلف حوالين نفسها كل 24 ساعة. نبص على الرسمة اللي قدامنا، هنلاقي ان نص الكرة اللي ناحية الشمس ده اللي بيجي عليه الضوء والحرارة، لكن الجزء الثاني هو ده اللي بيبقى مظلم، وبالتالي كل ما بتلف الجزء اللي كان مظلم بيجي هو اللي عليه الشمس والعكس صحيح، فده اسمه تعاقب الليل والنهار. يبقى لما يجي لي مثلا سؤال تعاقب الليل والنهار، يبقى هو بسبب دوران الأرض حول نفسها كل 24 ساعة. طيب تاني حاجة معايا، ماذا يحدث إذا كانت الأرض بقى ثابتة ما بتلفش حوالين نفسها؟ ما كانش هيبقى فيه تعاقب ليل ونهار، وكان الجزء اللي مواجه للشمس هيفضل طول عمره نهار، والجزء التاني هيفضل طول عمره ليل. فطبعا ما كانش هيبقى فيه تغيير في شكل الحياة، وما كانش هيبقى فيه تعاقب في الليل والنهار. طيب ايه هي التأثيرات اللي بتحصل من نتيجة دوران الارض حول نفسها؟ يعني ايه التأثيرات اللي بتأثر علينا؟ اول حاجة الرياح. الرياح بتنحرف يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي، ويسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. تاني حاجة، يؤدي دوران الأرض إلى انحراف الأجسام الساقطة على سطحها عن الخط العمودي. تالت حاجة، دوران الأرض حول نفسها من الغرب للشرق هو اللي بيجعل الشمس تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب. اهم سؤال معايا في الدرس هو ليه احنا مش بنحس بحركة دوران الارض؟ هنقول ان دي رحمة من ربنا، ان احنا طبعا مش بنحس بالحركة بتاعة دوران الارض، لان عند دوران الارض فان كل ما يحيط بها ينجذب اليها بفعل الجاذبية، ويدور حولها في نفس الاتجاه، ويبقى في مكانه دون أن ينفصل عنها. فكوكب الأرض يمتاز بجاذبية محددة مناسبة للحياة المستقرة، زي موضوع أن الجاذبية عندنا في الأرض أقل مما هي عليه زي القمر، فإن الإنسان هيطير في الهواء زي ما بيطير في القمر، ولو كانت أعلى كان هيبقى زي كوكب المشتري، هيلزق الإنسان في الأرض ومش هيقدر أن هو يتحرك. لكن الجاذبية في كوكب الأرض هي جاذبية تناسب أن حياة البني آدم يقدر أن هو يعيش عليها. طيب دي أهم النقاط اللي أنا محتاجة أن أنا بس أراجع عليها ونفتكرها مع بعض. طيب ندخل على الدرس اللي بعده، وهو عصر بناة الأهرام. نراجع على الدرس مع بعض. أول حاجة، سبب تسمية العصر من الأسرة الثالثة للأسرة السادسة بعصر بناة الأهرام، هنقول لأن ده أكتر عصر كان فيه بناء للأهرام، وكانت بتتميز بالتشييد والبناء والرخاء والفن، فطبعا عشان كده سمي بعصر بناة الأهرام. طيب نبدأ بقى نقول طب ليه بنوا أصلا الأهرام؟ هما ثلاث أسباب مهمة. أول سبب هو خلود الروح، كانوا شايفين دايما ان الروح مش بتموت، الجسد بس هو اللي بيموت. تاني سبب، البعث مرة اخرى بعد الموت، كانوا فاكرين ان الروح تاني بترجع للجسد، فبالتالي كانوا بيحاولوا ان هم يحافظوا على الجسد بتاعهم عشان لما الروح ترجع له تاني. واخر حاجة هي وجود حياة ابدية، ان هم فاكرين ان هم لما يصحوا تاني بعد الموت هيعيشوا تاني حياتهم مرة اخرى، عشان كده كانوا بيبنوا المقابر اللي على شكل الهرم دي، ويحطوا معاهم الاساس بتاعهم، ويكتبوا على الحيطان رسومات، ويكتبوا حياتهم كانت عاملة ازاي، ويكتبوا ادعية كمان وحاجات كتير. طيب نبدأ مع بعض في اهم ملوك الدولة القديمة. اول ملك معايا هو الملك زوسر، ده مؤسس الاسره الثالثه، وهو صاحب الهرم المدرج اللي في سقارة،
وهو الملك اللي غير اسلوب العمارة، لان كانوا بيبنوا مصطبة واحدة يعني زي سلمة واحدة، لكن هو الوحيد اللي بنى الهرم بتاعه 6 سلالم او 6 مصاطب فوق بعض. طيب تاني ملك معايا هو الملك سنفرو، ده مؤسس بقى الاسرة الرابعة، ده اللي اهتم اكتر بشؤون مصر الخارجية والداخلية، وعمل انشاءات كتير زي ان هو شيد السفن واعتنى بالتجارة الخارجية وارسل اسطول لبلاد فينيقيا، وقلنا اسطول ده يعني مجموعة سفن كبيرة بتروح عشان خاطر تاخد تجارة من بلد اخرى او تروح تحارب في البحر، كل الكلام ده ايه اسمه اسطول. بعد كده ان هو كمان امن حدود مصر الجنوبية والشرقية، واهتم باستخراج المعادن زي النحاس والفيروز من ايه من سيناء، وبنى هرم ليه او هرمين سوري في دهشور على بعد 7 كيلو من سقارة، وحكم البلاد 24 سنة، كانت مميزة بالعدل والاستقرار، عشان كده الشعب كان بيحبه وكان بيطلق عليه اسم الملك المحسن المحبوب. بعد كده هنيجي للملك خوفو، ده طبعا اشهر الملوك، هو شهرته بترجع ان هو صاحب الهرم الاكبر اللي هو طبعا من احدى عجائب الدنيا السبعة. بعد كده يجي الملك خوفو، اهم اعمال الملك خوفو هو ان هو بني الهرم الاوسط، وهو بني تمثال ابو الهول. بعد كده نيجي لاخر ملك في السلالة بتاعة خوفو، هو الملك منكورع، ده تولى الحكم بعد وفاة أبيه خفرع طبعا، وبنى هرم بجوار الهرمين بتوع خوفو وخفرع، بنى الهرم بتاعه اللي هو منكورع، بنى الهرم بتاعه اللي هو الهرم الصغير، وكان بيسيب الناس تمارس الحياة الدينية براحتها، ما كانش عامل لهم حدود. آخر ملك معايا هو الملك أوسركاف، ده أحد نفوذ كهنة الإله رع في هليوبلس، بيزداد شؤون الحكم عنده ان هو استطاعوا الكهنة اسقاط الاسرة الرابعة وتوليد كبيرهم حكم البلاد. طيب أوسركاف الذي اسس الاسرة الخمسة واطلق على نفسه ابن الاله رع، يبقى اللقب بتاع أوسركاف كان ابن الاله رع. طيب عمل ايه بقى أوسركاف؟ شيد المسلات الضخمة وشيد معابد الشمس في أبيصير بالجيزة، تمام، وظل عصر بناة الأهرام في أزهى عصوره حتى انتهت الأسرة إيه الستة. نيجي بقى لآخر حاجة هو عصر الاضمحلال الأول، ده من الأسرة السبعة للأسرة العشرة. كانت البلاد في عصر بناة الأهرام قوية ومتحدة ومتماسكة لفترة طويلة، لحد ما جه وقت الانهيار والضعف، وقلنا اي دولة لازم بعد ما كانت قوية جدا تبدأ انها تنزل ايه بالتدريج قبل ما ترجع تاني ايه ترجع دولة قوية. فجي لعصر المحلال الاول ان انهارت البلد وقلت هيبة الملوك وازداد نفوذ حكام الاقاليم وتفككت الوحدة للبلاد وكل الكلام ده، بالذات في عصر الملك بيبي الثاني، هو احد ملوك الاسرة الستة، هو الملك ده اللي في العصر بتاعه الدنيا كانت ايه متدمرة خالص، لحد ما حصل هجوم خارجي من الاسيويين نتج عليها ان في اجزاء احتلت من مصر اللي في الاسرة السابعة والاسرة الثامنة. لكن ظهر اسرة في اهناسيا وبدأوا ان هم يحاربوهم، وفعلا انتصروا عليهم واسسوا الاسرتين التاسعة والعشرة، وتميزوا برضو عهدهم بالازدهار والرخاء، بدأ بقى ان ايه الدولة ترجع ايه قوية تاني واحدة واحدة. وبكده نكون رجعنا على الدرسين، مراجعة سريعة وافتكرنا اهم النقاط واهم العناصر في الدرسين الليل والنهار وعصر بناة الاهرام، ودمتم سالمين.